أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من تطور ولماع على الأصعدة كافة. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بمعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، حيث تم استعراض مسارات التعاون الثنائي المميز الذي يجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تقدم وازدهار خصوصا في مجال الاستثمار، مؤكدا معالي حرص المملكة على تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم في تحقيق التكامل المنشود. وأشار معاليه إلى الحرص الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز التكامل بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق التطلعات المشتركة ويعزز الشراكة المميزة وينعكس أثره على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.